السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد الإيثرنت شانل، أو أنا آسف الإيثر شانل with BAGB and LASP fundamentals. هناخد الإيثر شانل نظري في الفيديو ده، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد اللاب العملي عشان نطبق في أفكار الإيثر شانل بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا بقى إيه هنتناول زي ما قلنا كده الباجب واللاسب. مبدئيا يا جماعة تعالوا كده نفتح الوايت شيت قبل ما نبص حتى على السلايد، ندردش كده ايه في شويه حاجات. لو انا عندي يا جماعه سويتش تمام، وعندي متوصل بسويتش كده اوكي، السويتش ده في بي سي 1 وهنا في بي سي 2 وعندي بي سي 3 وبي سي 4 اوكي، وانا عندي هنا فايل سيرفر على السيرفر. يعني مثلا ده اذا كان ده سويتش 1 ده سويتش 2، ده انا عندي هنا فايل سيرفر. كلام جميل، او يعني هعتبر مثلا ان ده ممكن يكون مثلا اف تي بي سيرفر. بالتالي انا عندي بي سي 1 لما يحب يداونلود فايل من الاف تي بي سيرفر بيروح لل على اللينك ده تمام، ويروح للسيرفر، السيرفر يرد عليه مثلا هيعمل ايه اكنولجمنت، هيعمل هيبعت سن، السيرفر يبعت سن هيبعت سن اك، البي سي بي سي 1 هيرد عليه باك، ويبدا السيشن تتفتح ما بين الاف تي بي سيرفر بي سي 1. نفس الكلام على بي سي 2 3 4. القصه ان انا عندي اللينك ده بيمثل الباتل نيك بتاعتي. يعني ايه الباتل نيك؟ عارفين يا جماعه كده ايه فم الازازه اوكي، ده يعتبر كده اللينك ده اللي بيعدي عليه كل السيشنز المفتوحه ما بين الاربع اجهزه دول والاف تي بي سيرفر. الموضوع ده عمل ازمه، يعني بعض في بعض الديزاينات وبعض الشبكات عمل ازمه. ليه؟ ان انا يبقى عندي لينك واحد بيعدي فيه كميه كبيره من الداتا، فاذا كان اللينك ده مثلا 100 ميجا بت بير سكند، او ايفن ان هو مثلا 1 جيجا بت بير سكند، فبيوصل ان انا عندي اللينك ده بيتم التحميل عليه مثلا بيوصل اوقات لحد 95%، ممكن يوصل لحد 100% نسبه اليوتيلايزيشن. يعني من الاخر اذا كان هو كده ايه ده مثلا الدايره دي تمثل مساحه المقطع بتاعه اللينك، فبي سي 1 بياخد حته، بي سي 2 بياخد حته، بي سي 3 بياخد حته، بي سي 4 بياخد حته، بي سي 3 بياخد حته، بي سي 5 بياخد حته، بي سي 6 بياخد حته، بي سي 8 بياخد حته، بي سي 9 بياخد حته. فبيعتبر اللينك هنا بصوا مثلا كام انا شغلت كام لود او نسبه اللود على الدايره دي، نسبه الاسود على الدايره دي قد ايه؟ ممكن توصل تقول لي انا بالنظر كده يا باشمهندس ممكن يكون مثلا 90% 90% تمام. الموضوع ده مس الازمه. فا ايه رايكم في فكره ظهرت ومنها بقى بدا ينبثق فكره الايه الايثر شانل، ان انا يكون السويتشين متوصلين بلينك بتو لينكس اوكي بتو لينكس. ايه رايكم؟ المفترض ناس كتير منكم تقول لي ده كلام كويس، مش انا اقدر كده اقدر اوسع مساحه المقطع بتاعت الدايره بتاعتي، يعني اقدر اوسع الباندويتس بتاعت الايه الاب لينك اللي بيصل ما بين سويتش 2 وما بين سويتش 1. انا احب اشارككم برايي كفكره مش بطاله، فكره ممتازه، ولكن السبانينج تري قال كلمه اخرى. السبانينج تري يا جماعه هيشتغل في الجزئيه دي بحيث ان هو هيقفل لينك من دول، هيحط لينك كبلجد. ليه؟ لان سويتش 1 افرض ان سويتش 1 البريدج اي دي بتاعته اقل من البريدج اي دي بتاعت سويتش 2، فبالتالي سويتش 1 هيكون الروت. كلام جميل جدا، بالتالي هيصبح اللينك ده على سويتش 2 روت، صح ولا لا؟ طب كلام جميل، يصبح ده ريداندنت لينك، واحد منهم هيقفل اللي هيقفل اللينك من عنده ويحطه في وضعيه البلاج ده هو الاعلى بريدج اي دي، وبما ان اصلا سويتش 1 ده الروت فاكيد سويتش 2 اقل اعلى بريدج اي دي من اس 1، بالتالي اس 2 هيقفل اللينك ده. طيب كلام جميل جدا. فالسبانينج تري هيمنعك من انك تستفاد من توصيله اللينكين دول، لان هيبقى لينك كانه مش موجود، لينك ده اصلا كده مفيش داتا هتعدي منه لان في بورت منه بلجد. وهنا ظهرت بقى ايه فكره الايثر شانل. الايثر شانل بيتكلم عن البورت باندلينج، انا بحب اسميها كده، يعني ده مش اسم ستاندرد، انا بحب اسميها كده الايه البورت باندلينج. هي باندل يعني ايه؟ باندل يعني انا جبت كده بوكس، يعني جبت كده ايه اوكي جبت بوكس
تمام. اها 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 تمام. و مثلا يعني انا اصلا كده كده مش كويس في الرسم الهندسي anyway. بوكس وجيت حطيت فيها مثلا ايه شويه ايتمز، فالايتمز دي حطيتها في بوكس، اللي حطيت ايتم 1 ايتم 2 ايتم 3 ايتم 4. فالبوكس ده بيسمى كده ايه الباندل او الباكج اللي هو شايل جواه ايتم 1 وايتم 2 ايتم 3. فالبورت شانل او الايثر شانل هي عباره ايه، تعريف الايثر شانل، الايثر شانل equals تمام more than one port تمام. طيب كلام جميل. يعني انا اما اوصل سويتشين بتو لينكس فالبورت شانل بيخلي السويتشين يتخيلوا وكأن التو بورتس دول is one او two links دول is one port تمام. يعني انا اسف ممكن هنا نقول ايثر شانل more than one link مش more than one port link اوكي، حيث ان اللينك اصلا هو الخط الواصل ما بين نقطتين والنقطه هي البورت تمام. فالايثر شانل هو عباره عن links bundle ليه؟ لان هو بيعتبر اللينكين دول وكانهم لينك واحد، بيهيئ لسويتش 1 وبيهيئ لسويتش 2 ان دول وكانهم ايه لينك واحد. وبقى ان وطالما هم كانهم لينك واحد، هل السبانينج تري تمام هيلعب دور؟ الاجابه لا. ليه؟ لان هو يعتبر لينك واحد خلاص، لان المفترض يعني اما كان بيعاملهم كلينكين تمام كده اهو كلينكين، هما السبانينج تري بيتطبق امتى؟ في حاله لو حصل لوب. طب هل ممكن يحصل لوب؟ ايوه، ان البرودكاست تبعت هنا والراجل ده يفرود البرودكاست على الناحيه الثانيه، السويتش يقول اذا كان انا بعت برودكاست من بورت 1 وجت لي نفس البرودكاست على بورت مخالف بورت 2 مثلا، يعني بورت غير بورت 1، فهنا يدرك ان في لوب تمام. طالما هيعتبر ان اللينكين دول اصلا لينك واحد، الايثر شانل هيهيئ السويتشين انهم لينك واحد، فما بيجي بيبعت البرودكاست بيبعته انتو الايثر شانل مش انتو لينك من التو لينكس دول ويجي على اللينك التاني. يعني لو البرودكاست راحت في الايثر شانل هنا، طبعا انا عارف هنا في تساؤل واحد هيقول لي يا باشمهندس طب هي البرودكاست هتمشي من اللينك الاولاني ولا التاني؟ بص اللي بيسالني السؤال ده هقول له خلي الايماجينيشن يشتغل معاك شويه، خلي الخيال يشتغل معاك شويه، احنا بنفكر بطريقه لوجيكال مش فيزيكال. يعني انت بتسال سؤال فيزيكال، هو فيزيكلي هيمشي فين؟ انا مش عايزك تسال السؤال ده دلوقتي، لان فيزيكلي انا فهمك الدنيا هتفهم هتمشي ازاي، ولكن الاهم عندنا ان احنا نفهم اللوجيك او اللوجيكال ديزاين ماشي ازاي. البرودكاست اعتبر يا سيدي ان هي هتتقسم على اللينكين، ما ان اكشوالي مش هيحصل كده، اكشوالي مش هيحصل كده، لكن اعتبر ان هي يعني هي هتمشي اكشوالي بلينك على اللينك من الاثنين دول. ولكن انا عايزك تفكر بطريقه اللوجيك اللي هو بيمشي في الايثر شانل، فاكيد البرودكاست مش هترجع مره تانية لان ملهاش منفذ خلاص، هو التو لينكس دول از باندلد توجذر اور باندلد توجذر انتو وان ايثر شانل. طيب كلام جميل، ده الفكرة الرئيسية بتاعت الايه الايثر شانل. هنا بقى يجي سؤال تاني، ايه هو السؤال التاني؟ طيب هل معنى ذلك ان انا اوكي انا دلوقتي عندي شوية APCs وعندي هنا سيرفر، هل معنى ذلك ان انا لو اللينك ده عندي مثلا 1 جيجابت بير سكند واللينك ده مثلا 1 جيجابت بير سكند يصبح اللينك الجديد او اللوجيك لينك الجديد هيكون الباندوتس بتاعته 2 جيجا بت بير سكند؟ الاجابه لا تمام. ليه الكلام ده؟ لان بمنتهى البساطه الايثر شانل هو مش زي اللوب بالانس مالتي بوينت. بصوا يا جماعه، اللوب بالانس مالتي بوينت ده بيحصل في الراوتر لما انت يكون عندك مثلا راوتر وموصله بالاي اس بي بكذا لينك مثلا بفور لينكس، فالراوتر بيمسك الباكت وبيسيجمنت الباكت تمام لاربع اجزاء بحيث انه يبعت الجزء ده على اللينك ده ويبعت الجزء ده على اللينك ده ويبعت الجزء الثالث على اللينك ده ويبعت الجزء الرابع على الايه على اللينك ده. فهنا انا عملت انا استفدت من ان عندي مثلا هنا 2 ميجا بت بير سكند، هنا مثلا 2 ميجا بت بير سكند، 2 ميجا بت بير سكند، 2 ميجا بت بير سكند. طب انا استفدت ان انا عندي كان عندي سرعه 8 ميجا بت بير سكند تمام. ده لود بالانس سيجمنتيشن، يعني هو مسك الراوتر يعني انا عايزك تحط في اعتبارك ان انا لو انا عندي تو لينكس
كل لينك عنده باندويتس اكس، فلو انا عملت ميرجنج للتو لينكس دول مع بعض ضمتهم مع بعض، فاللينك الجديد امتى تقول ان هو حاصل جمع الباندويتس وامتى تقول اللي هو مش حاصل جمع الباندويتس. هنا في الراوتر، الراوتر قسم الباكت لاربع اجزاء وبعتها على الاربع لينكات، فهنا اكيد الباكت بدل ما كانت هتاخد 4 ثواني تمام عشان توصل للاي اس بي، اكيد هتاخد بدل الاربع ثواني هتاخد قد ايه؟ هتاخد 1 سكند صح ولا لا؟ لان هو قسم هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 تمام. فده المفهوم بتاع اللود بالانس مالتي بوينت. الايثر شانل مش شغال كده، الايثر شانل مش شغال كده تمام. طب الايثر شانل شغال بايه؟ بمنتهى البساطه، اذا كان انت عندك بي سي، فالبي سي اما يحب يخش، ده هنتكلم عن الفيزيكال ديزاين بيمشي ازاي. الايثر شانل هيقول انا دلوقتي عندي بورت فاست ايثرنت 0/1 وعندي بورت فاست ايثرنت 0/2 تمام، وبي سي 1 طلع باكيت عايز يروح بيها الايه للسيرفر ده او الماك ادرس بتاع السيرفر ده. السويتش ده سويتش 1 هي ديسايد بيسد اون وات ان الباكيت هتدخل هنا او هتدخل هنا. ما احنا اتفقنا ان هي مش نفس السيناريو ده، يعني مش هتتقسم الباكيت، مش هتتقسم تمام. طب هو هيبعت واحد منهم اوكي. طب بيسد اون وات؟ بيسد اون ان هو بيحسب هو اللود بتاع ده قد ايه واللود بتاع ده قد ايه تمام. فاذا كان هو بعت مثلا قال ان طالما اللود بتاعهم 0% يعني طالما اصلا مفيش اصلا اللينك التو لينكس دول ايدل، فمثلا هيبعت على الفاست ايثرنت 0/1 اوكي. طيب جي بي سي 2 يخش، جي بي سي 2 يخش تمام. بي سي 2 هيقول ايه؟ بي سي 2 اول ما يخش سويتش 1 هيقول ايه؟ هيقول ذا فاست ايثرنت 0/1 از بيزي وذ PC1 session تمام. يعني السويتش لما يجي يبص على فاست ايثرنت 0/1 هيقول ده اصلا فاست ايثرنت 0/1 ده بيمشي فيه session جايه من PC1 رايحه للايه للسيرفر، ولكن انا عندي فاست ايثرنت 0/2 از ايه از ايدل، ايدل يعني فاضي، فهيقوم باعت الباكت بتاعت ايه PC2 الى فاست ايثرنت 0/2. طيب يجي PC3 هيعمل ايه؟ برضو نفس الكلام، هيشوف مين فيهم بيزي اكتر تمام. اذا كان فاست ايثرنت 0/2 مثلا بيزي اكتر تمام، هيقوم باعت بي سي 3 الى فاست ايثرنت 0/1 وهكذا. دي فكره الايه البورت شانل او الايثر شانل. طيب هو هنا في كذا سؤال، هنا في كذا سؤال بيسد اون وات، بناء على ايه بيحسب اللود بتاع كل لينك من دول؟ الاجابه هو بيعمل لود بالانس اما بير ماك بير ديستنيشن ماك ادرس او بير سورس ماك ادرس. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه اذا كان انا عندي بي سي 1 ده ليه سورس ماك ادرس، فلو انا عامل اللود بالانس بير سورس ماك ادرس بير سورس ماك ادرس، فالسيشن اللي هتخش سورس ماك ادرس هيعتمد على حاجه اسمها راوند روبن. يعني فاست ايثرنت 0/1 ده اتبعت فيه الماك ادرس 1111 تمام، يعني سيشن السورس ماك ادرس بتاعها 11111. طب لو 22222 او كورجيتي 2 الماك ادرس بتاع بي سي 2 تمام، السويتش هيعمل ايه؟ هيقول هو انا اصلا فاست ايثرنت 0/1 ده انا بعت عليه اخر سيشن تمام من سورس ماك ادرس 4 وحايد، وانا جاي لي سيشن جاي من سورس ماك ادرس 4 اتنينات، فالدور جاي على مين؟ على فاست ايثرنت 0/2. طيب بي سي 3 كوادراتيك 3 هيبعت على كوادراتيك 3 على فاست ايثرنت 0/1، ما هو راوند روبن. راوند روبن يعني انت يعني ايه بيتناوب الادوار ما بينهم او بيتناوبوا في الادوار ما بينهم تمام. يعني كل بي سي خش بياخد ايه السويتش، مره يرمي هنا والمره اللي بعدها يرمي هنا، البي سي التالت يرمي هنا وبعدين البي سي الرابع يرمي هنا، بي سي الخامس يرمي هنا وهكذا. ده بير سورس ماك ادرس. طب ممكن يعمل لود بالانس بير ديستنيشن ماك ادرس. بير ديستنيشن ماك ادرس يعني ايه؟ يعني بيقول ان اذا كان بي سي 1 بي سي 2 بي سي 1 مثلا عايز يروح للماك ادرس بتاع السيرفر اللي هو مثلا 5555 ده الماك ادرس بتاع السيرفر، فاكيد بي سي 1 هيحط الماك ادرس ده في ايه؟ في الديستنيشن ماك ادرس في الفريم تمام. فسويتش لما يبص عليها يقوم مثلا هيرميها في فاست ايثرنت 0/1. اذا كان بي سي 2 عايز يروح برضه لنفس الديستنيشن ماك ادرس برضه هيرمي السيشن فين؟ هيرميها برضه في فاست ايثرنت 0/1. طيب بي سي 3 عايز يروح ل 4 خمسات برضه يرميها في فاست ايثرنت 0/1 وهكذا. طيب لو عندك بي سي 4 عايز يروح ل 4 ستات او كوادراتيك 6 بفرض ان انا عندي سيرفر كمان تمام، هنا السويتش هيقول ده ماك ادرس مخالف يعني ده ماك ادرس مختلف بقى، ده ديستنيشن ماك ادرس مختلف، فيقوم رميه فين؟ فاست ايثرنت 0/2 تمام، لان بيقول انا دلوقتي هيعمل لود بالانس بير ديستنيشن ماك ادرس تمام. طيب كلام جميل قوي.
بي سي 5 عايز يخش على اربع ستات اللي هو برضه نفس السيرفر ده، هيقوم برضه مدخله من 0 سلاش 2 تمام. فالديستنيشن ماك ادرس بيوحد يعني بيرفق السويتش بيلزقه كده بالايه، ان اي حد عايز يروح ديستنيشن ماك ادرس الفلاني هيقوم هوب رايح على فاصل 8 0 سلاش 1. طب الديستنيشن ماك ادرس 2 يعني في ديستنيشن ماك ادرس تاني هيقوم رميه على فاصل 8 0 سلاش 2. طب ديستنيشن ماك ادرس تالت يرجع على فاصل 8 0 سلاش 1. طب ديستنيشن ماك ادرس رابع يروح على فاصل 8 0 سلاش 2 وهكذا. ده الفكره بتاعه الايه البورت شانل. طيب كلام جميل جدا. البورت شانل اقصى عدد من اللينكات اللي اقدر ادخلها بورت شانل او ايثر يعني الايثر شانل هو البورت شانل. اقصى عدد ايه؟ اقصى عدد من اللينكات اللي اقدر ادخلها ما ينفعش اصلا اعملهم هنا السويتشات دي رفيعه. كده مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 لينكس او 8 بورتس. يعني كل سويتش يقدر ات ماكسيمم يدخل 8 بورتس في ايه في البورت شانل. طيب كذا كلام جميل. لو انا دخلت بورت في بورت شانل تمام، فانا ما ينفعش في البورت يعني او عدد البورتس اللي بتخش في البورت شانل هي 2 اس اكس. يعني 2 اس 0 بكام؟ بواحد. يعني ممكن اعمل لينك واحد يشتغل كبورت شانل بس هي مش هتفيد معايا في حاجه. يعني انا ممكن لينك واحد بس اشغله كبورت شانل مش كلينك. يعني ما السويتش مش هيبص له كفيزيكال لينك، لا هيبص له كلوجيكال لينك او لوجيكال بورت شانل. طيب 2 اس 1 بكام؟ ب 2. يعني ممكن ادخل لينكين، ممكن ادخل اربعه، لكن ما ينفعش ادخل ثلاثه لان السويتش هيعتبر ان انا موصل لينكين. السويتش هيعتبر ان انا موصل لينكين مش ثلاث لينكات. من الاخر يعني مش هيعمل لود بالانس على التلات. لو انا عندي تلات لينكات مش هيعمل لود بالانس بحيث ان ده مثلا ياخد 33% ده 33% ده 33%. السويتش مش هيعمل القصه دي. السويتش مش هيعمل الايه القصه دي. فلذلك عشان تحصل على الفول اوبتمايزيشن يعني عشان تحقق اعلى جوده او اعلى استفاده من بورت شانل، عدد البورتس اللي تخش في البورت شانل 2 اس اكس بتتبع العمليه اللي هي 2 اس اكس. يعني يا اما 2 يا اما 4 يا اما 8 تمام. طيب كلام جميل جدا. في حاجه بقى ملحوظه كمان ملحوظه بقى. بصوا يا شباب اللود بالانس اصلا بيعتمد على الاكس اور حاجه اسمها الاكس اور الجوريثم تمام. الاكس اور الجوريثم طبعا الناس اللي دارسه لوجيك ماده اللوجيك، الناس بقى اللي في اتصالات درس طبعا بقى اللوجيك جيتس وطبعا اكس اور دي عارفينها. بس انا هشرح كده الموضوع بمنتهى البساطه للناس اللي هي مش دارسه الكلام ده. بصوا يا جماعه بيزد اون وات البورت شانل يعني او السويتشات بتعمل او السويتش مثلا سويتش 1 تمام هيعمل مثلا لود بالانس بير سورس ماك ادرس. سورس ماك ادرس يعني كل سورس ليه بورت يخش منه. انا هفترض ان انا عندي هنا 8 لينكات، انا قصادي فعلا هنا كام؟ 8 لينكات. طيب لو انا هيخش عندي باكت او سورس ماك ادرس 1 تمام. طيب اما يجي يبعت الفريم بيرفق بيه هيدر. الهيدر ده بيكون فيه الهاش. الهاش هو نتاج يعني نتاج او ناتج عمليه الالجوريثم. الالجوريثم دي هي عباره عن ما يشبه المعادله الرياضيه اللي بدخل فيها شويه انبوتس عشان تطلع لي اوتبوت. الاوتبوت بتاعت الالجوريثم بتاعت اللود بالانس هي الهاش تمام. طب هو بيعتمد على الهاش ازاي؟ الايزك بتاع السويتش بيعتمد على اللود بالانس ازاي تمام. يعني بيزد اون وات يقرر ان السورس ماك ادرس ده يروح على ده ولا ده ولا ده ولا ده اشمعنى يعني تمام. بصوا يا جماعه بمنتهى البساطه البورت شانل اقصى عدد من البورتس اللي بتخش جواه هو 8. السويتش بيرقم من 0 ل 7 بحيث ان انا لو عندي 8 لينكس بيدي اللينك ده 0 تمام، وبيدي اللينك ده 1 وده 2 3 4 5 6 7 تمام. طيب فبالتالي البورت اللي هيكون يعني دلوقتي انا عندي سورس ماك 1. سورس ماك 1 هيقوم مثلا السويتش حاطط فيه هاش. الهاش دي فيما معناها في تفسيرها تمام، تفسيرها ان السورس ماك ادرس 1 ده يروح للبورت اللي واخد الاي دي 0 فيقوم مفرود الايه الداتا او الفريم على البورت اللي واخد الاي دي 0 تمام. طيب يجي سورس ماك 2 يقول اوكي
انا هفرود السورس مكتو ده هفروده على البورت اللي الاي دي بتاعه 1، يقوم مفروده هنا وهكذا وايه وهكذا. طيب كلام جميل. افرض انا عندي بدل 8 لينكات انا عندي 4 لينكات، السويتش يعني هيدي البورت شانل اي دي ده ازاي؟ هيوزعها ازاي؟ هل هيدي من 0 ل 4؟ لو انا عندي ادي 1 2 3 4 تمام، هل هيدي من 0 يعني ده 0 ده 1 ده 2 ده 3 من 0 ل 3؟ لا، الاجابه دي لا، مش كده. السويتش هيعمل ايه؟ هيدي البورت ده 0 ل 1، البورت الثاني 1 انا اسف 2 3 وده 4 ل 5 وده 6 7. حلو. فبالتالي لو انا عندي سورس ماك 1 هيروح، هيقول ده هيروح للبورت شانل، هيروح للبورت ده سورس ماك، هيخش في البورت في السويتش انسايد بورت، السويتش هيطلع من اني بورت من دول؟ هيقول الزيرو، فيقوم مطلعه من هنا. طيب بعد كده سورس ماك 2 هيقول السويتش هيقول ايه؟ انا اطلعه منين؟ هطلعه من من 1، هيقوم ادخله برده هنا. طيب سورس ماك 3 هيقوم مطلعه فين؟ هيقوم مطلعه هنا. طيب سورس ماك سورس ماك 2 سورس ماك 3 هيقوم هيقول انا هدخله في البورت اللي الاي دي بتاعه 2، فيقوم مطلعه من هنا. طيب سورس ماك 4 هيخش من هيخش للبورت اللي الاي دي بتاعه 3، هيقوم برده داخل هنا وهكذا. ده يا جماعه بيهايند ذا سين، ده البلوك بالانس اللي بيحصل. هتقول لي يا باشمهندس انت مش لسه قايل راوند روبن؟ يعني سورس ماك 1 هيروح هنا، بعد كده سورس ماك 2 هيروح هنا. انا بهيئ لك القصه، يعني انا كنت بشرح لك الراوند روبن. الراوند روبن مش معناه انها مره ومره. طب ليه مش كل مرتين 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 مرتين؟ يعني هنا كل 2 ماك 2 ماك 2 ماك 2 ماك، يعني كل 2 ماك يعمل تغيير على بورد. كل ما هو ده برده راوند روبن، تمام، ده برده راوند روبن. طيب كلام جميل جدا ده. طيب في قصه بقى، عشان كده انا بقول لك البورت شانل بيشيل 2 اس اكس، تمام، عشان يعمل لك فول اوبتمايزيشن لود بالانس. افرض اللينك ده بقى داون، هنا هيعمل ايه بقى؟ هل هنا هيقسم اللود بالانس هنا 30 33% 33% 33%؟ الاجابه لا، الاجابه لا، هيفضل ده برده من 0 ل 1 وده من 2 ل 3 وده بدل ما كان 4 ل 5 هيبقى من 4 ل 7. عارفين ده معناه ايه؟ ان ده هيشيل 25% من اللود، وده هيشيل 25% من اللود، وده هيشيل 50% من اللود. هل كده انت عملت ايكوال لود بالانس؟ الاجابه لا، انت كده رميت الحمل بتاع اللينك ده، رميته على اللينك الايه؟ رميته على اللينك اللي قبله او اللي شايل بورت اي دي قبله، لان ده 4 ل 5 قبل اللي من 6 ل 7، فهيرمي على اللي قبله، هيرمي الحمل على ايه؟ على اللي قبله. فطبعا ده هيعمل لك مشاكل، ان انت عندك لينك اصبح اللود عليه ضعف اللينك ده واللينك ده. فده بمنتهى البساطه الايه؟ البورت شانل. طيب كلام جميل. بصوا يا شباب، البورت شانل ليه تو بروتوكولز زي الترانك كده، كنا بنقول الترانك يا اما تشغله اي اس ال او يا اما تشغله دوت 1 كيو، كذلك البورت شانل يا اما تشغله باك يا اما تشغله لاسب. الباك لو انت ده سيسكو بروبرايتري، اتس فروم سيسكو باي سيسكو فور سيسكو، تمام، يعني انت لو عندك سويتشين سيسكو شغل ما بينهم بالباك وانت مطمن، او لو انت عندك سويتش سيسكو على ومتوصل على سويتش اتش بي برو كيرف فاعمله على طول لاسب، لان اللاسب ده اوبن ستاندرد، اي من الاخر كده ده اي تريبل اي ستاندرد، اي تريبل اي ستاندرد. طيب كلام جميل. انا عشان اخلي تو بورتس، يعني انا عندي دلوقتي عندي لينك، اوكي، طيب انا عايز ادخل عندي بورت شانل 1 مثلا، انا هكاري بورت شانل 1 وهدخل فيها اللينك ده، ده مثلا لينك نمبر 1 وعندي برضو لينك نمبر 2. حلو. انا ازاي اخلي اللينك لينك 1 يخش في بورت شانل 1 وبورت 2 يخش في شانل في بورت شانل 1 برضو؟ تمام، يبقى انا عندي كده لينكين اسباندلد از ا 1 بورت شانل از ا 1 لوجيكال لينك. كلام جميل. لو انا هشتغل باجب هنا اوضاع البورتس، اما البورت يكون اون او ديزايربل او اوتو، تمام. الاون لو انا عملت واحد اون، يعني البورت ده يشتغل حاجه من الثلاثه، تمام، انا هعمل اون. الاون يعني البورت بوضعيته شغال اون، تمام، والناحيه الثانيه بوضعيته شغال اون. طيب كلام جميل، كلام جميل، يعني انا لو عملت التو بورتس دول اون فهم هيشتغلوا تمام التمام مع بعض، يخشوا في بورت شانل. بس خلي بالكم، خلي بالكم يا جماعه، الباب واللاسب دول مش ايثر شانل بروتوكولز. يعني انا في مفهوم عند الناس وناس كتير جدا فاكره ان الباب واللاسب دول
الباك واللاسب دول بورت ايثر شانل بروتوكولز، يعني دول كل يعني ده بروتوكول بيعمل يعني اليه عمله ايثر شانل، وده بروتوكول اليه عمله الايه اللاسب. لا يا جماعه الكلام ده مش صح. بصوا انا عشان ادخل لينك في بورت شانل لازم اللينكين دول يتفقوا ان هم يخشوا بورت شانل، لازم يتفقوا، لازم اللينكين دول يتفقوا ان هم هيخشوا مثلا في بورت شانل 1. فانا ازاي اخليهم يتفقوا؟ اما ان انا مانيوالي اجبرهم ان هم يخشوا، او اما اني اخلق نيجوشيشن ما بينهم. اذا كنت هخلق نيجوشيشن ما بينهم ده الباك واللاسب، يعني الباك واللاسب هو نيجوشيشن لانجوج ما بين اللينكين دول عشان ادخلهم في ايثر شانل. عشان ايه؟ عشان ادخلهم في ايثر شانل. الاون موجود في الباك وموجود في اللاسب. الاون يعني انا اصلا استغنيت عن الباك واللاسب لان هنا مفيش دايناميك نيجوشيشن، صح ولا لا؟ مفيش دايناميك نيجوشيشن. انت نفس الامر هتدخله، يعني انت الامر ايه؟ شانل جروب 1 مود اون، تمام؟ فانت الاون هنا ما حددتش انت هتشتغل باك ولا لاسب، لكن لو جيت عملت شانل بور شانل جروب 1 مود ديزايربل انت كده حددت النيجوشيشن بتاعك باك، تمام؟ طيب انا فاهم ممكن يكون بعضكم مش فاهم الجزئيه اللي انا بقولها بنسبه 100%. إذا كنت انت فاهم ولو بنسبة 30% كويس، لأن دلوقتي النسبة بتاعتك هتعلى في فهم قصدي في الجزئية دي. تعالوا نظن مثلا إن أو نفترض إن إحنا هنعمل اللينكين دول ديزايربل، ده ديزايربل، ده مثلا ديزايربل. الديزايربل البورت عمال يتحايل على البورت اللي قصاده يقول له تيجي تبقى ديزايربل، تيجي نبقى ديزايربل، تيجي نبقى ديزايربل. وكذلك الديزايربل مستني حد يقول له، يعني الديزايربل بيقول إيه؟ أنا هتحايل على البورت اللي قصادي، ولو أنا جات لي محايلة، يعني لو حد جيت حايل عليا انا برضو هخش بورت 1 او بورت شانل 1 او هخش في الايثر شانل باندل، تمام؟ يعني تعالوا مثلا لو انا جيت عملت واحد ديزايربل واحد اون، هل هينفع؟ تعالوا نبص. الديزايربل هيروح للاون يقول له تيجي نبقى بورت شانل، تيجي نبقى بورت شانل، تيجي نبقى بورت شانل، نعمل بورت شانل. الاون اصلا مش هيرد عليه، الاون ما بيردش عليه لان الاون ده مانوال كونفيجريشن، تمام؟ الاون مش هيرد عليه، مش هيروح للبورت اللي هناك ويقول له انا اصلا، ما هو الاون ده اصلا اوريدي خلاص ايثر شانل، بس الاون مش هيعرف الديزايربل، تمام؟ طيب لو انا جيت حطيت ديزايربل والتاني ديزايربل بدل اون وان، الديزايربل هيروح للديزايربل، تمام؟ هيقول له ديزايربل تيجي نبقى ايثر شانل، بما ان الديزايربل ده اصلا مستني حد يجي له وهو اصلا بيروح برضو، فهيروح يقول للديزايربل الناحيه الثانيه يقول له اوكي يلا يا عم، ده انا اصلا كنت هروح لك، ده انا اصلا كنت هتحايل عليك. طيب تعالوا يا جماعه مثلا نجرب لو انا هشتغل اوتو. الاوتو معناه ايه؟ الاوتو مستني ما بيحايلش، يعني هو مستني حد يجيله لكن هو ما بيتحايلش على حد، تمام؟ يعني لو جيت عملت واحد اوتو واحد اوتو هل هينفع؟ الاجابه لا، لان ما فيش واحد منهم هيروح للتاني، ما فيش واحد منهم ايه هيروح للتاني. طب لو واحد ديزايربل واحد اوتو، لا كده هتشتغل معاك. ليه؟ لان ديزايربل هيروح يتحايل على الاون يقول له هيتحايل على الاوتو يا اوتو تيجي نبقى ايثر شانل، الاوتو هيرد عليه. الاوتو يشبه الاون في ان هو ما بيتحايلش على حد، ولكن يختلف عن الاون ان الاون لو جات له نيجوشيشن مسج من الديزايربل الاون ما بيردش لكن الاوتو يرد، فالاوتو مستني حد يجي له. يبقى الديزايربل بيتحايل، تمام؟ وكذلك مستني حد يجي له، الاوتو ما بيتحايلش ولكن هو مستني حد يجي له. يعني ايه مستني حد يجي له؟ يعني مستني حد يعرض عليه ان احنا نخش في ايثر شانل والاوتو يوافق ويعمل accept the proposal، تمام؟ طيب كلام جميل اظن الدنيا كده اتفهمت. الاكتف ده كده لو انا شغلت ديزايربل او اوتو انا كده بعمل الدايناميك نيجوشيشن في الايثر شانل باك، تمام؟ طيب لو جيت الاكتف، الاكتف معناه ايه في اللاسب والباسيف معناه ايه في اللاسب؟ الاكتف بيوازي الديزايربل والباسيف بيوازي الاوتو، تمام؟ يعني الباسيف مستني حد يجي له لكنه ما بيروحش لحد، الاكتف لا بياخد يعني ايه بيبدا بالخير بيروح يتحايل وكذلك مستني حد يحايله، تمام؟ طيب يبقى تقدر تقول لي كده لو انا جيت سالتك، تمام؟ هنكبر الاريزر شويه. لو انا جيت سالتك قلت لك ايه الاوضاع اللي تشتغل مع بعض؟ اون يشتغلوا مع بعض، اوتو ديزايربل يشتغلوا مع بعض، ديزايربل يشتغلوا مع بعض، لكن اون ديزايربل ما يشتغلوش مع بعض، اون اوتو ما يشتغلوش مع بعض، اوتو ما يشتغلوش مع بعض،
تمام. كذلك بقى انا عايزك تشيل الديزايربل ده كده، بتكلم في الباك، عايزك تشيل الديزايربل وتحط مكانه الاكتف، وتشيل الاوتو وتحط مكانه الايه باسيف، تمام. يعني هو الديزايربل هو هو الاكتف، والاوتو هو هو الايه هو هو الباسيف. فالمانيوال اللي انا بتكلم عنه ده اللي انا لو جيت حطيت اون هنا او هنا، تمام. الاون هو اصلا انت استغنيت عن الباكب واللاسب، ولكن انا ليه حطه جنب الباكب واللاسب؟ انا بس حطه عشان انت ما تتلخبطش، يعني انت ما تتلخبطش، تبقى عارف اه ده الباكب ده اون ديزايربل اوتو، ده اللاسب اون اكتف باسيف. ولكن انا صدقا في ايصال المعلومه العلميه ان الاون والاون، تمام، الاون ده انت استغنيت عن الباكب واللاسب اصلا، وصدقا في ايصال المعلومه العلميه ان الباكب واللاسب ده اصلا مش ايثر شانل بروتوكول، دول ايثر شانل نيجوشيشن بروتوكول. يعني دول تو بروتوكولز بيساعدوا في ان التو لينكس يخشوا او تو بورتس يخشوا في ايه، في ايثر شانل، تمام. طيب كلام جميل. لو انا جيت عملت ده اون وده اون، فده اوريدي دخلوا في ايه، في بورت شانل 1. طيب لو انا جيت عملت ده ديزايربل وده ديزايربل، دول برضو دخلوا في بورت شانل 1، وده برضو عملت جيت اوتو ديزايربل يخشوا برضو في شانل 1، في بورت شانل 1 نفس الكلام. يعني انا مش لازم عملت ده اون واون يبقى لازم اللينكين دول، اللينك التو بورتس اللي على اللينك الثاني او التو بورتس اللي على اللينك الثالث او التو بورتس اللي على اللينك الرابع، مش لازم يكونوا اون واون زي اللينك الاولاني، تمام كده. انا دول نيجوشيشن بروتوكولز، يعني كل لينك ايه بحاله، المهم ان انا الهدف بتاعي ان هم مثلا يخشوا بورت شانل 1 او 2 او 3 او ايا كان، تمام. طيب كلام جميل جدا. ده الكونسبت بتاع الايه البورت شانل. في المحاضره النهارده احنا اتكلمنا عن الباكب واللاسب، واتكلمنا عن اللود بالانس الخاص بالايثر شانل. ملحوظه اخيره يا جماعه، الايثر شانل ده لفظ سيسكو، تمام. يعني لو انت جالك سويتش سويتش اتش بي بروكيرف، تمام، فانت عايز تعمل بورت ايثر شانل او بورت شانل، دور على اللينك اجريجيشن اسمه، يعني الايثر شانل اسمه الستاندرد لينك اجريجيشن، اجريجيشن اها لينك اجريجيشن، اوكي. ده المسمى الستاندرد بقى بتاع لينك بتاع الايه الايثر شانل. الايثر شانل ده اسم سيسكو هي اللي ابتدعته. انا يعتبر خلصت المحاضره، اتمنى تكون انها عجبتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.